السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبايبي. النهاردة بإذن الله جايبة لكم وصفة جميلة جدا جدا لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد وشد البشرة بشكل حلو جدا وسريع، بيجيب معاكي نتائج حلوة جدا ومرضية لتبييض البشرة. ومع المداومة عليها لو عندك تجاعيد في بشرتك بتلاقي إن هي عالجت التجاعيد إن شاء الله، هتعجبكم قوي. مكوناتها بسيطة وان شاء الله كمان مفيدة للبشرة، بتدي للبشرة حيوية وإضاءة حلوة جدا، تقدري تستخدميها لو انتي بنوتة صغيرة او كبيرة في السن، برضو لغاية كمان 70 سنة تقدري تستخدميها، بتخلي بشرتك جميلة وعاملة زي الأطفال وفي نفس الوقت بيضة. ما تنسوش حبايبي تضغطوا لايك للفيديو، وكمان انزلوا تحت دلوقتي وشيروا الفيديو، واللي مشتركش في القناة ما ينساش يشترك ويدوس على الجرس عشان يوصله كل الفيديوهات أول ما تنزل بإذن الله. وأي استفسار يا حبايبي طبعا اكتبولي في الكومنتات، ولو عاوزين أي طلبات في الفيديوهات الجاية ياريت تعرفوني عشان أعملها بناء عن طلباتكم. يلا بينا نشوف المكونات وتحضير الوصفة هيكون ازاي واستخدامها. مكون أساسي معايا النهاردة وهو الفازلين، والفازلين لازم لازم يا جماعة لما بنستخدمه في الوصفات نبقى متأكدين ان احنا شارينه من الصيدلية. في انواع فازلين بتبقى موجودة كمان عند العطار، دي مرات ما بتبقاش مرخصة، ما ينفعش ابدا نحطها على بشرتنا. الفازلين لازم يكون فازلين طبي من الصيدلية، اشتريه اي نوع مش مهم الماركة اللي معايا طبعا، المهم ان انتي تكوني مشترياه من الصيدلية علشان بتجيب حاجات كويسة اي ما يكون الماركة اللي عندها استخدميها. ده اساسي معايا النهاردة مش هينفع نستبدله. كمان هستخدم تاني مكون معايا هو نشا الذرة او الكورن فلاور بتاع الحلويات. النشا بيعمل على تبييض البشرة وكمان ازالة التجاعيد. اي وصفة بيبقى فيها نشا يا جماعة بتبيض البشرة جدا، وكمان بتخلي بشرتك تحس ان هي مشدودة دايما. هنبدأ نحضر الوصفة وهقول لكم على بقية المكونات وانا بحضرها. اول حاجة هاخد معلقة كبيرة من النشا او معلقتين صغيرين يعني، وكمان هاخد معلقة واحدة من الفازلين، وابدأ ان انا اخلطهم قبل ما اضيف بقية المكونات. احاول ان انا اخلط المكونات اول باول، اخلطها كويس. وبعد كده تالت مكون معانا هو جل الالوفيرا او جل الصبار، وطبعا لو متوفر النبتة عندك تبدأ ان انتي تغسليها كويس، وبعد كده تقشريها وتاخدي منها الهلام اللي جوه، يعني الجل اللي جوه بيبقى طبعا متماسك جدا، ده بيكون صناعي فبيكون اخف طبعا. لو عندك النبتة هتكون ممتازة على فكرة. هبدأ ان انا اضيف برضو معلقة صغيرة من الجل، وابدأ ان انا اقلبه برضو. هي بتحتاج خلط كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده، لازم تخلطيها كويس جدا علشان النشا ما يبقاش مكلكع، وتيجي تدهنيها على بشرتك تلاقي ان النشا مكلكع معاكي وما دابش مع بقية المكونات. اهي بصوا بتفتح جدا، لون الفازلين ما بيكونش
شفاف بيبقى عامل زي التلج بالظبط. دلوقتي هضيف عصير الليمون، ممكن تستخدمي فيتامين سي لو متوفر عندك. انا هستخدم عصير الليمون، هستخدم منه معلقة صغيرة. لو متوفر عندك فيتامين سي استخدمي منه 10 نقط. بكده احنا حضرنا الكريم ده، كريم رهيب جدا، حلو قوي قوي لو بشرتك سمرة نتيجة حروق الشمس او كمان فيها تجاعيد، عايزة تحافظي على بشرتك وتخليها دايما بيضة ونقية كده وخالية ان شاء الله من التجاعيد دايما، استخدميه ان شاء الله هيعجبك قوي. هتستخدميه ازاي؟ هتستخدميه قبل ما تنامي كده بحوالي ساعة، تبدأ ان انت تغسلي بشرتك بالغسول المناسب او بصابونة جليسرين. لازم نستخدم حاجة معينة لبشرتنا يا جماعة، مش متوفر معاك ان انت تستخدمي غسول، استخدمي الصابونة. الصابونة رخيصة جدا وكمان ملائمة لجميع انواع البشرة، بتتباع في الصيدليات. بتبدأي بعد كده ان انت تفرشي الكريم اللي احنا عملناه ده، بصوا اهو بيبقى ماسك تقيل شوية كده، بتفرشيه وتدلكي بشرتك كويس جدا جدا، وبعد كده بتسيبيه على بشرتك مش اقل من ساعة الا ربع ساعة، وبعد كده بتبدأي ان انت تغسلي بشرتك بمية دافية ووراها على طول مية تكون باردة. بعد كده بنبدأ ان احنا نمسح البشرة بماء الورد او ماء الزهر، يكون من التلاجة بارد لازم. وهنعمل خطوة بقى هتعمليها كل يوم قبل ما تنامي، الكريم ده تقدري تستخدميه كل يوم او 3 مرات في الاسبوع. لو انت مش مستعجلة استخدميه 3 مرات في الاسبوع، عندك مناسبة وعاوزة تفتحي درجة بشرتك بسرعة استخدميه كل يوم، حلو قوي. والناس كمان اللي بتعاني من حاجة في البشرة عشان الليمون، ممكن تستخدمي زي ما قلت الفيتامين سي طبعا، ويتباع في الصيدلية متوفر انواع كتير قوي، استخدميه وحطي منه 10 نقط بدل معلقة الليمون. لو انت بتتضرري او بتحسي بالتهابات في بشرتك نتيجة الليمون استخدمي الفيتامين سي، هيديكي نفس التأثير او نفس التبييض اللي بيديه عصير الليمون. هنعمل بقى حاجة بسيطة خالص قبل ما تنامي هتعمليها هتخلي بشرتك نضرة وجميلة، مش هتقدري تستغني عنها. بعد اول اسبوع هتلاقي نتيجة منها حلوة جدا. هي ايه يا جماعة؟ هنستخدم العسل النحل، ويكون ماركة احنا عارفينها او من مكان مضمون. يا جماعة انا بستخدم امتنان طبعا، معروف عندنا هنا في مصر جدا، ماركة حلوة ومضمونة. بتبدأ ان انتي تجيبي ازازة او طبق صغير علشان تقلبي فيه العسل، لانه طبعا بيكون تقيل شوية، فعلشان العسل تقدري ان انتي تقلبيه كويس لازم تاخديه طبعا وتقلبيه كويس كده بالمعلقة. وعلى فكرة انا باخده بمعلقة خشب، لازم العسل الطبيعي لما نيجي ناخده من البرطمان ما ناخدوش بمعلقة سلستين، ناخده بخشب او بلاستيك، واحسن طبعا الخشب. دلوقتي هعمل ايه؟ هجيب بقى ماء الزهر او ماء الورد. انا هستخدم ماء الزهر، انا حطيت مقدار مثلا معلقة هنا اهو من العسل، هحط عليها معلقة زيها بالظبط من ماء الزهر او الورد، زي ما متوفر عندك استخدم. حطيت المعلقة، هبدأ ان انا افك العسل شوية كده بس اهو، اتفك معايا العسل ما يبقاش لزج على بشرتي عشان ما يضايقنيش. وببدأ ان انا امسك كده باطراف صوابعي او كمان بقطنة طبية زي دي كده بتاعت المكياج اللي انت بتشيلي بيها المكياج بتاعك اهي كده، وبتاخدي ان انت تاخدي الكمية كلها
هتاخدي الكمية كلها كده وتبدأي تمسحي على بشرتك قبل ما تنامي وتسيبيه لغاية الصبح. الحركة دي بتخلي بشرتك دايما بتحافظي عليها من أي اسمرار من أي تجاعيد، بتخلي بشرتك نضرة جدا. حاجة بسيطة وقطنة بتمسحي بيها بشرتك قبل ما تنامي، بتحافظي على بشرتك جدا. جربوها ان شاء الله تدعولي عليها. يا رب يكون الوصفات النهاردة سهلة عليكم وتجربوها، يا رب لما تجربوها كده ترجعوا تقولولي في الكومنتات، واللي جرب وصفة يا ريت يكتب لي برضو في الكومنتات. وما تنسونيش طبعا في اللايك والشير، اكيد انزلي دلوقتي لو لسه ما ضغطتيش لايك اضغطي لايك وشيري الفيديو، وكمان اكتبي لي تحت رأيك في الفيديو واي طلب. والناس اللي مش بتكتب يا ريت تعرفني بنفسها وتكتب لي في الكومنتات. واشوفكم على خير في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.